حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من أن الصراعين اليمني والليبي وبقاء فلول من العصابات المسلحة في سوريا لا تزال تمثل بؤرا لتفشي التهديد الإرهابي في المنطقة. وقال بوتين أثناء مشاركته عبر الفيديو في قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء: تشكل المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن وجيوب العصابات المتبقية في أراضي سوريا مصادر لتفشي التهديد الإرهابي والمخدرات والأسلحة.